الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب يومكم وطابت أنفسكم وطاب طلبكم للعلم. درسنا اليوم أيها الطلبة الدرس 23، الثبات في حياة المسلم. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، مرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله فاستقم. ما معنى الاستقامة؟ الاستقامة معناها الالتزام بشرع الله جل وعلا. كيف يثبت المسلم على الاستقامة؟ هذا هو الموضوع الذي سوف نتحدث عنه. سوف نتحدث عن مفهوم الثبات، سنتحدث عن علاقة الثبات بالصبر، عن علاقة الثبات بالإخلاص، سنتحدث عن نماذج من الثبات، سنتحدث أيها الطلبة عن أثر الثبات على حياة المسلم، وسنتحدث عن الأمور التي تعين الإنسان على الثبات على دين الله جل وعلا. تعالوا معي لنعيش في ظل هذا الدرس. ما مفهوم الثبات؟ الثبات هو دوام الاستقامة على الالتزام بشرع الله جل وعلا، أن يستمر الإنسان على الالتزام بشرع الله جل وعلا، يستمر بأداء صلاته، يستمر ببر والديه، يستمر بقراءته للقرآن، يستمر بالابتعاد عن الحرام، وهكذا. الثبات يجعل الإنسان المسلم يواجه التحديات والصعوبات التي تواجه ثباته واستمراره على تطبيق أوامر الله وعلى اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه التحديات أولا وسوسة الشيطان. الشيطان يوسوس للمسلم ألا يصلي، فإذا اتبعه يكون لم يثبت على دين الله عز وجل، وإن لم يتبع وساوس الشيطان نقول أنه ثبت على دين الله جل وعلا. ومن التحديات أيضا أيها الطلبة اتباع الهوى، يتبع هواه، واتباع الهوى مثلا بأن يعتدي الإنسان على مال أخيه المسلم بأن يسرق منه، نقول إذا تبع هواه فسرق منه لم يثبت على دين الله عز وجل، لأنه لم يلتزم بأوامر الله عز وجل بالابتعاد عن الاعتداء على أموال الآخرين، لأن الاعتداء على أموال الآخرين حرام شرعا. فحينئذ إذا لم يلتزم نقول عنه أنه لم يثبت على دين الله واتبع هواه واتبع شهواته ورغباته. الآن أيها الطلبة ننتقل إلى علاقة الثبات بالصبر. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يواجهه مصائب وابتلاءات، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا من سنة الله عز وجل في هذه الحياة أن يبتلي الإنسان إما بنقص من الأموال، بالفقر، بالجوع، بالعطش، بفقد عزيز، بالموت، وهكذا ابتلاءات كثيرة بحاجة الإنسان لكي يصبر على هذه المصائب، وكذلك أيضا أن يصبر على التحديات. ومن خلال ذلك نعلم ما هو الصبر. الصبر هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل، أن يلتزم بطاعة الله عز وجل، وحبس النفس عن الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، وحبس النفس عن أقدار الله المؤلمة، أن يصبر ويتحمل على ما يواجه في هذه الحياة الدنيا من أقدار الله عز وجل وأن يرضى بها، فمن رضي فله أرضى ومن سخط فعليه السخط. لذلك علاقة الثبات بالصبر أنه يجعل المسلم يصبر ويداوم على الصبر ويستمر على الصبر على المصائب وعلى التحديات، أمام المصائب وأمام التحديات يصبر الإنسان ويتحلى بخلق الصبر. الآن ننتقل إلى علاقة الثبات بالإخلاص. الإخلاص هو أن يقصد الإنسان بعمله رضا الله والدار الآخرة، لا يريد مدح الناس وعثاء الناس، إنما يريد رضا الله عز وجل.
فإذا صلى الإنسان يريد رضا الله عز وجل، فكلما زاد صدق العبد بعمله لله عز وجل وبقربه من الله عز وجل، كلما زاد هذا العبد بعمله لله عز وجل كلما ازداد ثباته واستمراره على الطاعة، يستمر الإنسان. وكلما عمل الإنسان عمل فعليه أن يخلص فيه لله عز وجل حتى يستمر الإنسان على هذا العمل. عندما يلتزم العبد المسلم بالثبات، ما هي الجائزة؟ ما هي النتيجة؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتكون البشرى من الله عز وجل له بالحياة الطيبة وحسن الختام والفوز بالجنة. أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل الجنة. تعالوا معي أيها الطلبة لننتقل إلى نماذج من الثبات على دين الله جل وعلا. أولى هذه النماذج سيدنا نوح عليه السلام. كلكم يعلم قصة نبي الله نوح عليه السلام، دعا قومه 950 سنة يدعو قومه، يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، إلى توحيد الله جل وعلا، وهم يرفضون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كانوا يفرون من أمام نوح عليه السلام. هذا الثبات أمام هذه التحديات يدلنا على أن نوح عليه السلام ثبت، ويدلنا على نموذج من الثبات على الدعوة إلى الله جل وعلا. النموذج الثاني سيدنا إبراهيم عليه السلام، دعا أباه للإسلام وقومه وقال لهم أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، وحطم لهم الأصنام وجعل الفأس على كبيرهم. لماذا؟ حتى يحطم الأصنام التي في قلوبهم وفي عقولهم، لكنهم لم يستمعوا إليه. ماذا صنعوا؟ حفروا حفرة وأوقدوا فيها نارا وألقوا فيها إبراهيم عليه السلام. ماذا قال الله عز وجل؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من قانون الله عز وجل في هذه الحياة أن النار تحرق، لكن الله عز وجل أمر النار أن لا تحرق، سلب منها خاصية الحرق، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الآن إبراهيم عليه السلام في ظل هذه التحديات ثبت على دين الله عز وجل، فتعلم منه الثبات على تحقيق الهدف، الثبات على الاستمرار على الالتزام في دين الله جل وعلا. العزيمة والإرادة نستفيدها من نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ومن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في النموذج الثالث، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اشتد أذى قريش للنبي، وضعوا عليه سل الجزور، ذهب إلى الطائف، رموه بالحجارة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع كل هذه التحديات وهذه الاعتداءات يصبر النبي عليه الصلاة والسلام، يصبر ويتحمل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ثبات نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم الرسل هم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تحملوا كثيرا للدعوة إلى الله عز وجل، وثبتوا كثيرا في الدعوة إلى الله عز وجل. فعلينا نحن أيها الطلبة أن ندعو إلى دين الله عز وجل بكل ما نستطيع، بأي وسيلة نستطيع أن ندعو لدين الله عز وجل، وأن ننشر دين الله جل وعلا، وأن نثبت على توحيدنا وعلى صلاتنا وعلى دعوة الناس إلى الخير. فعلينا أن نثبت وأن نثابر في هذه الحياة. ننتقل أيها الطلبة إلى أثر الثبات في حياة المسلم. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبتك الله عز وجل عند خروج روحك بأن تلفظ كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يثبتك الله عز وجل عند سؤال ملكين. يثبتك الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا أن تلتزم
بشرع الله جل وعلا. ما أثر الثبات في حياة المسلم في الحياة العملية التي يعيش في هذه الحياة الدنيا، في الدنيا أو في الآخرة؟ أولا، ينال رضا الله تعالى ومحبته. ثانيا، يشعر بالراحة والطمأنينة في داخله. ثالثا، يعتز بدينه. والأمر الرابع، يتمسك بقيمه ومبادئه. والأمر الخامس، يفوز بالأجر يوم القيامة من عند الله عز وجل. ننتقل الآن إلى الأمور التي تعين المسلم على الثبات على دين الله جل وعلا. الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بأن الله سينصرك وبأن الله معك وبأن الله يراك ويشاهدك، فأنت في هذه أو بهذا الإيمان تثبت على دين الله عز وجل، تستشعر رقابة الله عز وجل لك. وأيضا من الأمور التي تعين المسلم على الثبات اتخاذ الصحبة الصالحة. لماذا؟ لأن الصحبة الصالحة تحثك على المعروف وتنهاك عن المنكر، تقول لك هذا خير وهذا شر، وتحثك على الخير وتبعدك عن الشر. التفكر في خلق الله عز وجل، عندما تتفكر في خلق الله عز وجل وفي صنع الله عز وجل يزداد الإيمان في قلبك، فحينئذ يزداد الثبات على الالتزام بشرع الله جل وعلا. ننتقل أيها الأحبة إلى الأسئلة. الأسئلة من 1 إلى 4 أجبنا عليها في أثناء الشرح، بقي عندنا السؤال الخامس. ضع إشارة صح بجانب السلوك الصحيح وإشارة خطأ بجانب السلوك غير السليم في الجدول الآتي مبررا إجابتك. أولا، كذبت على والدي عندما سألني عن سبب تأخري عن المنزل. سلوك خاطئ، لأن الكذب لا يجوز وحرم شرعا. ثانيا، ابتعدت عن الغش في الامتحان خوفا من الله عز وجل. هذا السلوك صحيح ويدل على قوة إيمانه وعلى ثباته على الالتزام بشرع الله جل وعلا. الأمر الثالث، أداوم على طاعة والدي وخدمتهما. أداوم على طاعة والدي وخدمتهما، هذا سلوك صحيح لأنه يكون بذلك بارا بوالديه، وقد أوجب الله علينا بر الوالدين. الأمر الرابع والأخير، أحسن إلى جيراني طلبا لرضا الله تعالى. هذا سلوك سليم وصحيح لأنه من محاسن الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بحسن الجوار والإحسان إلى الجيران. أراكم بخير وبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبة الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب يومكم وطابت أنفاسكم وطاب طلبكم للعلم. درسنا اليوم أيها الطلبة هو الدرس 24، الأيمان والنذور. كما تعلمون أحبة الطلبة أن الإسلام دعا إلى الصدق في الأقوال والأفعال. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيلجأ كثير من الناس إلى تأكيد صدق أقوالهم وأفعالهم بالحلف بالله جل وعلا على أعمال قاموا بها أو سيقومون بها، أو يؤكدون على أمر معين، كمن يحلف على أخيه بأن يشاركه وليمة غداء وهكذا. فهذا الحلف يسمى في الشريعة الإسلامية الأيمان. وهذا هو درسنا اليوم، سنتحدث فيه عن الأيمان وعن النذور. لكن أولا سنتحدث عن الأيمان. ما مفهوم الأيمان؟ ما أنواعها؟ ما أحكامها؟ مفهوم الأيمان، الأيمان جمع يمين، وهو الحلف أو القسم باسم الله أو بصفة من صفاته على أمر معين. وبالمثال يتضح البيان، كمن يقول: والله لا أتصدق بعشرة دنانير. حلف باسم من أسماء الله عز وجل وهو الله. لو قال في المثال الثاني: بالرحمن لأسمعن نصائح معلمي، يجوز لأن الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل. في المثال الثالث: وعزة الله لأدرسن جيدا. العزة صفة من صفات الله عز وجل، الله عز وجل يقول: والله عزيز حكيم. إذن العزة صفة من صفات الله عز وجل. لو قال الإنسان مثلا: ورحمة الله لا أتصدق بعشرة دنانير، يجوز. لماذا؟ لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل. إذا لاحظتم معي في الأمثلة التي ذكرناها،
أننا استخدمنا في القسم أحرف، وهي الواو في والله، والباء بالله أو بالرحمن، والتاء في تالله. هذه الأحرف يجوز أن نستخدمها في القسم. ما حكم الأيمان؟ حكم الأيمان أنها مباحة، يجوز على الإنسان أن يحلف، وعليه أن يحفظ يمينه. كيف يحفظ يمينه؟ كما قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي بالوفاء بيمينه. فإذا حلف على أمر معين عليه أن ينفذه، إذا لم ينفذه يكون قد حنث بيمينه. وهنا تأتي الأحكام وترتيب الأحكام. لكن قبل أن نتحدث عن ترتيب الأحكام، لابد أن نبين بعض الأمور، منها أنه يحرم على المسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، كمن يحلف بشرفه أو بشرف أمه أو برحمة جده، وهكذا من الحلفان المنتشر والمشهور على ألسنة كثير من الناس، فلابد أن يبتعد عنه المسلم، وحكمه حرام، حرام هذا الحلفان. لأن الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم علينا أن ننتبه أنه يكره من الإكثار من الحلف، يكره من الإكثار من الحلف. تعالوا معي الآن لننتقل إلى أنواع اليمين. اليمين ينقسم إلى نوعين اثنين. النوع الأول يمين يقصدها الحالف، وتنقسم إلى قسمين: اليمين المنعقدة واليمين الغموس. القسم أو النوع الآخر، النوع الثاني، يمين لا يقصدها الحالف، أي لا ينويها في قلبه، وهو قسم واحد، اليمين اللغو. الآن نريد أن نعرف أحكام هذه الأنواع حتى تفهم عزيز الطالب أنواع اليمين. لابد أن تتصور في كل نوع صورة حتى تدرك فهم هذا النوع. النوع الأول، الأيمان المنعقدة. ما المقصود بالمنعقدة؟ المقصود بالمنعقدة أنك تنوي فعلها، الحلف الذي يقصد منه الحالف القيام بفعل أو الامتناع عنه في المستقبل، نية في قلبك أن تقوم بفعله أو أن تقوم بتركه. هذا المقصود بالمنعقدة، أي أنك عقدت. كيف يربط الإنسان الحبل؟ عقده. وكذلك أنت تعقد قلبك على أن تنفذ هذا اليمين. مثال على ذلك، هذا هو التصور الذي أريده حتى تفهم الأيمان المنعقدة. يقول: والله لأعطينك المبلغ المطلوب مني غدا، والله لأعطينك. هنا تأكيد على أنه سيعطي هذا الشخص المطلوب منه غدا. إذن هذه صورة الأيمان المنعقدة. الحكم المترتب على ذلك، في حالة أن الإنسان نفذ يمينه فلا شيء عليه، لكن إن لم يفي بيمينه ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه كفارة يمين. كفارة يمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. الآن هنا في هذا الحديث دليل على أن يكفر عن يمينه إن لم يأتي به. الآن مثال آخر، لو إنسان عقد يمينه على معصية، قال: والله لأغش في الامتحان غدا. الغش معصية وكبيرة من الكبائر، لا تجوز، لا يجوز الغش في شريعتنا الإسلامية، يحرم الغش. حلف على معصية يترتب عليه عدم تنفيذ هذه المعصية. بعض الطلبة يظن أنه يجب عليه أن ينفذ هذه المعصية، لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فرأى غيرها خيرا منها فليأتها. إذن لا يجوز أن تنفذ المعصية، وإنما تحنث بهذا اليمين وتكفر عن يمينك. وسوف نأتي في الحديث عن الكفارة وأحكام الكفارة. ننتقل إلى الحديث حول اليمين الغموس. اليمين الغموس هو الحلف الكاذب،
على أمر حدث في الماضي. يقسم بالله عز وجل أمام القاضي، أمام المحكمة، أمام أناس، أنه شاهد هذا الرجل يسرق، وفي الحقيقة أنه لم يشاهده وقد كذب بحلفانه. هذا الحلف كذب هذا الشخص به، فلا يجوز شرعا أن يحلف وهو كاذب. مثلا أقسم أنه لم يأخذ مالا من فلان وقد أخذ هذا المال، يكون هذا القسم قسم كاذب، ويسمى في الشريعة الإسلامية غموس. لماذا سمي باليمين غموس؟ لأنها هذه الأيمان لأنها تغمس صاحبها في الإثم، يعني سيعذب في نار جهنم. الأحكام مترتبة على يمين الغموس، الأحكام مترتبة عليه أن يكفر عن يمينه، ويجب عليه التوبة والاستغفار ورد الحقوق إلى أصحابها. إذا ترتب على ذلك ضياع الحقوق، لذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وسيلة لهضم الحقوق وظلم الآخرين. ننتقل الآن إلى النوع الثاني، وهو الذي لا يقصده الإنسان، يعني يحلف من فمه ولا يتأثر قلبه بما قال الفم، يعني لا يعقد اليمين في قلبه. مثل إنسان يريد أن يحلف على عزيز عنده، يريد أن يشاركه مثلا الشراب أو الطعام، يقول له والله لا تأتي والله لا تأتي وهكذا، وهو يتمعبر منه. فهذا الحلف الذي يجري على ألسنة الناس من غير قصد، هذا ليس واجب على الإنسان أن يكفر عن يمينه، هذا الحكم ليس عليه كفارة ولا إثم على صاحبه، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لو حلف إنسان على أمر يظنه أنه صحيح فيظهر خلاف ذلك، أيضا هذا من اللغو. لكن إذا علم أنه غير صحيح عليه أن يصحح وأن يبين أمام الناس أنه قد حلف، وأن حلفانه كان يظن أن هذا الأمر صحيحا لكن تبين له أنه على غير الصواب. هذا بالنسبة إلى أنواع اليمين، أعتقد أنها واضحة بالنسبة لكم إذا أمعنتم النظر في الأمثلة. الآن ننتقل للحديث حول كفارة اليمين. من حلف يمينا منعقدة وحلف بها، كان الإنسان قال والله لأعطينك 100 دينار غدا، ولم يعطي 100 دينار لهذا الشخص، نقول له وجب عليك كفارة اليمين، وجب عليك كفارة اليمين. لو قال والله لآتينك غدا ولم يحضر، نقول عليك على هذا الذي أقسم الحالف كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ اسمع لقول الله عز وجل، قال تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، ذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إذن يتضح الآن من هذه الآية التفصيل في كفارة اليمين. أولا إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، تشتري لهم لباسا تكسيهم، تقوم بكسوة هؤلاء 10 مساكين، وعتق رقبة. عتق رقبة غير موجود الآن، فيبقى عندنا الإطعام والكسوة. الآن الإنسان لا يستطيع لا الإطعام ولا الكسوة، فقير الحال أو لا يستطيع، ما عنده مال، فمن لم يجد صيام 3 أيام، هذا هو تفصيل الكفارة. إذا لا ننتقل من الإطعام والكسوة إلى الصيام إلا في حالة عدم القدرة على الإطعام أو عدم القدرة على الكسوة. تعالوا معي الآن أيها الأحبة لنعرف خلاصة الموضوع.
يحلف الإنسان إما بترك أو فعل، والترك إما أن يكون بترك طاعة أو ترك معصية. الآن تعالوا نوضح لكم ترك الطاعة. لو حلف إنسان وقال والله لن أصلي الظهر غدا، ترك طاعة، ترك واجب، نقول له لا تبر بيمينك، احنث به وعليك كفارة. طيب الآن لو أنه إنسان حلف على ترك معصية، إنسان عنده معصية يفعلها كثيرا، يريد أن يجزر نفسه، قال والله لن أكذب بعد اليوم، لكنه كذب، نقول له عليك الاستغفار وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، كفارة يمين. هذا بالنسبة إلى جانب الترك. الآن جانب الفعل، إنسان أقسم، أقسم بالله عز وجل، إما أن يقسم بمعصية، بفعل معصية أو فعل واجب أو فعل مباح. الآن لو أقسم على فعل معصية، مثلا قال والله لأضرب جاري غدا، اعتدى عليه فأقسم أن يضرب جاره. الآن أقول له لا تنفذ يمينك، لا تفي به وعليك كفارة يمين، لأنه قسم على معصية لا يجوز شرعا. النوع الآخر لو أقسم على فعل واجب، قال والله لأصلي الظهر في وقته غدا، الآن جاء غد ولم يصلي صلاة الظهر في وقتها، نقول له عليك كفارة يمين، ويلزمه أيضا الاستغفار عن تأخير الصلاة على وقتها. الآن لو أقسم على فعل أمر مباح، مثلا أقسم فقال والله لأذهب إلى النزهة اليوم ولم يذهب، نقول عليه كفارة يمين. هذا خلاصة الأمور العملية في الأيمان. الآن ننتقل أيها الطلبة للحديث عن النذر مفهومه وأحكامه. لابد أن تتصور صورة النذر حتى تفهم النذر. الآن لو إنسان قال لله علي أن أوزع 10 دنانير على الفقراء إن شفى الله أمي، لله علي إن نجحت في الثانوية العامة أن أذبح كبشا، نقول تأملوا الآن في المثال عندكم، لله علي أن أوزع 10 دنانير على الفقراء، هل أوجب الله عز وجل عليه أن يوزع 10 دنانير، أم أن المكلف الإنسان نفسه هو الذي ألزم نفسه بهذه 10 دنانير أن يوزعها على الفقراء إن شفى الله عز وجل أمه من المرض؟ إذن ما هو مفهوم النذر؟ النذر هو إلزام المكلف نفسه بطاعة غير واجبة عليه تعظيما لله تعالى. في بداية الأمر الذين يوفون بالنذر الله عز وجل أثنى عليهم، الله جل وعلا أثنى عليهم فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن في بداية الأمر النذر مكروه، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينذر إلا بخيل، فالنذر حكمه في بداية الأمر مكروه، ولكن الذي يوفي ما نذر به أو يفي بما نذر به فمدحه الله عز وجل، وواجب عليه أن ينفذ نذره. لو قال لله علي أن أتصدق غدا ب20 دينار على كل مسكين، أوجب نفسه الآن، أوجب على نفسه، أوجب يعني آثم إن لم ينفذ، آثم. من أراد أن يتقرب الله عز وجل فلا يلزم نفسه بالنذر، يتصدق ويتبرع من طيب نفسه تقربا إلى الله عز وجل. أحكام النذر، للنذر أحكام عدة، منها وجوب الوفاء بالنذر ما لم يكن في معصية، تقول تعالى وليوفوا نذورهم. طيب الآن لو إنسان قال لله علي أن أسرق إن لم أنجح في الامتحان، نذر على معصية، نذر على معصية وهو القيام بالسرقة،
نقول له لا تنفذ هذا النذر وعليك كفارة يمين، لأنه لا يجوز أن ينذر الإنسان بمعصية الله عز وجل. الحكم الثاني إلزام الناذر بأداء كفارة يمين إن لم يستطع الوفاء بالنذر. مثال ذلك من نذر أن يذبح ناقة ويوزعها على المحتاجين، نقول له أنت لا تستطيع أن تشتري الناقة، يقول نعم أنا لا أستطيع، نقول له إذن عليك كفارة يمين. لو حلف إنسان قال والله لا أصلي في القدس 40 ركعة إذا يسر الله لي أمري، ويسر الله له أمره لا يستطيع أن يصلي الآن في القدس، فعليه كفارة يمين. هذا ما جاء بالنسبة لأحكام النذر. الآن انتقلوا معي أيها الطلبة إلى الأسئلة. السؤال الأول والثاني أجبنا عليهما أثناء الشرح. الآن انتقلوا إلى السؤال رقم 3، بين الحكم الشرعي في الحالات التالية. ما المقصود بالحكم الشرعي هنا؟ التي هي 5 أحكام: الواجب، ووجوبا عليك أن تنفذ، فإن لم تنفذ وقعت في الإثم والعقاب من عند الله عز وجل. المستحب، طلب منك أن تنفذ لكن ليس على وجه الحتم والإلزام، فلن يلحقك إثم إن لم تنفذ. المباح، إن فعلت لك أجر إذا نويت لله عز وجل، وإن لم تفعل فليس عليك إثم، استواء الطرفين. والحرام، طلب الله عز وجل منك ترك هذا الفعل على وجه الحتم والإلزام، إن لم تترك فسوف تقع في الإثم والعقاب. والمكروه، ما طلب على المكلف تركه لكن ليس على وجه الحتم والإلزام، يعني لا يأثم إن فعله، لكن شيء يكره الله عز وجل لابد أن تبتعد عنه. تعال معي الآن نبين هذه الأحكام 5 في الأمثلة التالية. أقسم طالب لحكم المباراة أنه ما لمس بيده كرة القدم وكان قد لمسها. الآن هون يمين إيش؟ يمين غموس، حكمه حرام، حكمه حرام وعليه كفارة يمين. ننتقل إلى المسألة الثانية. نذر طالب أن يوزع 100 دينار لحصوله على المرتبة الأولى في المسابقة ولم يتمكن من ذلك، يجب عليه كفارة يمين لأنه لم يستطع القيام والوفاء بنذره. النقطة الثالثة والمسألة الثالثة. نذر خالد أن يتبرع بمصروفه لصندوق القرش الخيري لمدة أسبوع، هنا ضمن الاستطاعة وفعله فيه قربة إلى الله عز وجل، وما أنه نذر وجب عليه أن ينفذ نذره. هذا وبالله التوفيق، بارك الله فيكم وحسن استماعكم.